ماذا فعل هذا الرجل عندما جاءه ثعبان وهو يصلي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. هل تعلم ماذا يجب أن تفعل إذا هاجمك ثعبان أو حيوان مفترس وأنت تصلي لله عز وجل؟ اسمعوا معي هذه القصة أولا. كان هناك رجل من الصالحين وكان يرغب في قضاء أجازة يستمتع بها بهواء الطبيعة ويتدبر في خلق الله عز وجل. وبينما هو جالس في حديقة جاء وقت الصلاة، وكان في مكان بعيد عن الناس، مكان لا يذهب إليه أحد في العادة، فهم للصلاة فتوضأ ثم بدأ في صلاته. وبينما هو في صلاته وإذا بثعبان ضخم يقف أمامه، ففزع الرجل في البداية فزعا شديدا، ولكنه لم يقطع صلاته. فكر في أن الله حتما سيحميه وسيكفيه هذا الخطر، ولو مات فيا لها من موتة وهو ساجد لله عز وجل. هذا ما دار في عقله، وهذا ما قام به. أكمل صلاته ولم يقترب منه الثعبان أبدا، بل مر من أمامه كأنه لم يراه. لكن لو كنت مكان هذا الرجل ماذا كنت لتفعل؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ أي هل يجوز قطع الصلاة في هذه الحالة؟ إن حكم الخروج من الصلاة في هذه الحالة فيه تفصيل. إن خاف الإنسان على نفسه خرج من الصلاة ولا بأس في ذلك حتى يتخلص من هذا الخطر، مثل إنسان يريد قتله، أو مثل ثعبان وصل إليه يخشى من شره ولا يتيسر قتله. وأما إذا أمكن أن يقتله وهو في الصلاة فلا بأس في ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحي والعقرب. رواه مسلم. لذلك إذا كان بجانبك عصا وأنت تصلي وكان يمكنك قتل هذا الثعبان وأنت في الصلاة ففعل ذلك ولا تقطع الصلاة، والصلاة صحيحة في هذه الحالة. أما إذا احتجت إلى قطع الصلاة لتفادي الخطر فاقطعها للتخلص من الثعبان أو من عدو يريد الفتك بك أو سبع أو ما شابه ذلك، ولا بأس في ذلك أبدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.